شاهد سلسلة من 5 قصص موجزة عن الحيوانات التي أظهرت بطولة رائعة من خلال إنقاذ البشر. تعرفوا عليها. خنزيرة تقوم بإنقاذ مالكتها من أزمة قلبية. قامت خنزيرة تدعى لولو بإنقاذ حياة مالكتها التي تدعى جوان عندما لاحظت وجود شيء غريب عند انهيار صاحبتها وسقوطها أرضا. فقامت الخنزيرة بدفع بوابة المنزل والخروج للشارع مخاطرة بحياتها من أجل إنقاذ صاحبتها. وعندما كانت ترى سيارة مقتربة على الطريق، كانت تقوم بالانبطاح والنوم أرضا لكي ترغم السيارة على التوقف. وعندما لم يتوقف أحد، كانت تذهب للإطمئنان على جوان وتعود مرة أخرى، وكررت فعل ذلك لمدة 45 دقيقة حتى توقف أحدهم أخيرا ليرى ما بهذه الخنزير. وحينها قامت لولو بإرشاد الرجل إلى مكان جوان، فقام بطلب الإسعاف فورا، وتم اصطحاب جوان إلى المستشفى حيث تلقت العناية المطلوبة. وكمكافأة للولو على تصرفها، تم إعطائها الحلوى المفضلة لديها وهي دونات بالجلي. كلب ينقذ امرأة من الغرق. كانت بريندا أوينز تقوم بالتنزه مع كلبها البرادو الذي يدعى بيني عندما لاحظت وجود كرسي متحرك فارغ على جانب النهر. وعندما نظرت إلى النهر وجدت امرأة طافية في المياه، فقامت بدورها بسؤال المرأة: هل أنت على ما يرام عزيزتي؟ ولكنها لم تتلقى جواب من المرأة الطافية، فقررت حينها التصرف وأمرت كلبها بيني بإحضار المرأة. فاستجاب الكلب على الفور وقام بسحب المرأة فاقدة الوعي من النهر. ومن ثم قامت بريندا بإنعاش المرأة، وحينما تأكدت من قدرتها على التنفس قامت بطلب المساعدة الطبية لها. كلب بيت بول ينقذ امرأة وطفل. بناء على الطريقة التي يتم تربية هذه الكلاب بها، اكتسبت كلاب البيت بول شهرة بشراستها ومهاجمتها للناس. ولكن كلب البيت بول هذا قام بتغيير هذه السمعة السيئة، فلقد كانت امرأة تدعى شارلوت تهم بالرحيل مع ابنها الصغير من أحد ملاعب الأطفال، حينما قام رجل يحمل سكينا بالاقتراب من أنجيلا وطلب منها عدم إحداث أي صوت أو حركة. وفي نفس الوقت صدف مرور كلب ضال، فقام بمهاجمة الرجل المسلح عن طريق الزمجرة وإظهار أنيابه، وكنتيجة لهذا قام المعتدي بالهرب سريعا. ثم بعد ذلك وضع الكلب في أحد مأوى الكلاب لمدة 5 أيام حتى يتعرف عليه مالكيها الذين قد يكونوا يبحثون عنه. وأظهرت أنجيلا رغبتها في تبني الكلب إذ لم يطالب به أحد بعد هذه 5 أيام. غوريلا تقوم بإنقاذ طفل صغير. الغوريلات معروف عنها الذكاء الشديد، وهذا ما برهنته إحدى الغوريلات عندما قامت بإنقاذ طفل يبلغ 3 سنوات من العمر، وذلك في 16 من أغسطس عام 1996. عندما سقط هذا الطفل بداخل بيت الغوريلات بحديقة الحيوانات وفقد وعيه، وبالتالي جذب ذلك انتباه الغوريلات جميعا وقاموا بالتوجه ناحية الطفل لمعرفة ما الأمر. ولكن إحدى الغوريلات والتي تدعى بينتي رأت الطفل الفاقد الوعي فقامت بالتقاطه سريعا وبلطف لكي تحميه من باقي الغوريلات. ثم قامت بالتوجه بالطفل إلى مكان حيث استطاع أحد الحراس التقاط الطفل بأمان، ومن ثم تم اصطحاب الطفل إلى المستشفى لتلقي العناية الصحية المطلوبة. وبالطبع تم مكافأة الغوريلا بينتي على عملها الطيب. الأسود تنقذ فتاة من التعرض للخطف. عندما تقوم بالتفكير في الحيوانات التي من الممكن أن تقوم بإنقاذ حياتك، فبالتأكيد لن تكون الأسود ضمن هذه الحيوانات. ولكن في الواقع قامت مجموعة من الأسود في جنوب غرب إثيوبيا بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 12 عام من الخطف على يد 4 رجال، وذلك حينما كانت في طريقها للعودة من المدرسة. وهؤلاء الرجال تم ملاحقتهم من الشرطة، ولكن تم اعتراض طريقهم بواسطة مجموعة من الأسود. ومن الغريب أن الأسود قامت بمطاردة الخاطفين وإبعادهم، وقاموا بالبقاء مع الفتاة بدون إلحاق الضرر بها. وعند حضور الشرطة قامت الأسود بترك الفتاة والتوجه إلى الغابة. وحينها أخبرت الفتاة الشرطة بأن الخاطفين قاموا بضربها، ولكن الأسود لم تلحق بها أي ضرر. وقال خبير للحياة البرية بإثيوبيا أن الأسود قامت بإنقاذ الفتاة لأن صراخها بدا لهم كمواء شبل الأسد.